هل صنع أهل المدينة القباب؟ ألم يكن المقتضي لصنع القباب؟ لأن المقتضي للقباب هو محبة الصالحين. ألم يكن على عهد رسول الله الصالحين؟ هل بنى أهل المدينة القباب؟ إذن فترك أهل المدينة بناء القباب. أفليس في ترك أهل المدينة القباب تشريع بألا تشريع؟ كيف بكم تقولون لا زكاة في الخضر؟ قالوا لا زكاة في الخضر لأن أهل المدينة تركوا. فقلنا لهم هيا بنا نستثمر هذا الأصل التركي، فنقول إن أهل المدينة ما دام أن ترك أهل المدينة مع وجود المقتضي تشريع بألا تشريع، هل بنوا القباب؟ هل احتفلوا بمولد رسول الله؟ احتفلوا؟ هل احتفل أهل المدينة بمولده؟ نحن نريد أن نحاكمه بأصلهم، وإلا فوالله أنا مستشكل، أنا مستشكل، أريد أن من رجل يزيل مني هذا الإشكال. هل ذبحوا للأضرحة؟ هل صنع أهل المدينة ما يصنعه الناس اليوم؟ وعليه فإن تخريجا على قواعد المدينة فنقول إن المالكية سألناهم لماذا لا تزكون في الخضر؟ قالوا لمسلك عندنا يقوى على تخصيص العموم. ما هو؟ قال لك لأن سكوت الشارع تشريع بأن لا تشريع، فالمدينة كانت فيها المحاقيل ولم ينقل أهل المدينة، فدل على أن الترك مع وجود المقتضي كاف في رد النصوص. قلنا لهم الله يفتح لكم أكم عايا في دينها، ولكن قلنا لهم هل استثمرتم هذا في إنكار البدع التي حدثت في الناس؟ لأن أهل المدينة ما احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، لأن أهل المدينة ما بنوا القباب، لأن أهل المدينة ما ذبحوا كما يذبح الناس اليوم. أليس هذا من باب استثمار أصول مالك؟ وعليه فأقول للقوم أجيبوا وإلا ظهر زيف انتسابكم لمذهب مالك. شان أقول لهم؟ عاود زيف انتسابكم لمذهب مالك قطعا. أجيبوا وإلا احذروا أن تقولوا أنا نحن مالكية، لأنكم إذا كنتم مالكية يجب عليكم أن تستثمروا